هنتكلم في الدرس ده اللي هو هنبدأ الجزء الثاني من البايوانفورماتيكس. تكلمنا في الجزء الأول معلومات بيولوجية معظمها، الآن هنركز على شغل البايوانفورماتيكس أو المعلومات. نبدأ بأول نقطة اللي هي أساس المعلومات الحيوية، هي البيانات البيولوجية، لأنه نحن في تعريفنا للبايوانفورماتيكس قلنا إنها هي تولز وأدوات بتستخدم الحاسب في معالجة البيانات البيولوجية. الآن هنشوف ما هي البيانات البيولوجية البيولوجيكال داتا. لو جينا نعرف البيانات البيولوجية، هي أي معلومات أو بيانات بيتم جمعها من العالم البيولوجي بتسمى بيانات بيولوجية. العالم البيولوجي يعني من الإنسان، من الحيوان، من النبات، أي شيء حي بنجمع منه معلومات هي بتسمى أو بيانات بتسمى بيانات بيولوجية. أمثلة البيانات البيولوجية اللي هي تسلسل الحمض النووي الـ DNA sequence، سواء كان لإنسان أو لحيوان أو لنبات. برضو تسلسل الحمض النووي الريبي اللي هو الـ RNA sequence، وبيانات البروتينات الـ protein sequence. أيضا أمثلة البيانات البيولوجية اللي هي بيانات السكان الـ population، عدد الناس في منطقة معينة، ده بأثر برضو يعتبر بيانات بيولوجية. البيانات الجينية والبيانات البيئية كلها دي تعتبر أمثلة لبيانات بيولوجية. أيضا الجزيئات الحيوية تعتبر بيانات بيولوجية، فدنا صفحة براء لأنها هي أكثر الشغل بيتم عليه. في البيانات المتعلقة بالجزيء الحيوي عادة الآن تم جمع كمية ضخمة من البيانات دي من خلال التجارب العملية اللي يقوم بها الناس، والبحوث المنشورة في المجال، والتحليلات الحسابية computational analysis. فبتوفر التقنيات والأدوات بتاعت الحوسبة العالية جدا والأجهزة السريعة، بدأ جمع بيانات وكميات ضخمة جدا من البيانات والمعلومات حول الجزيئات الحيوية. هذه المعلومات التي تم جمعها أصبحت من الصعب التعامل معها يدويا، ومن الصعب تخزينها في أوراق، فلا بد من تخزينها في الحاسب. جاءت هنا المعلومات الحيوية أو البيوانفورماتكس. علماء البيوانفورماتكس عملوا شنو؟ ساعدوا ناس البيولوجي في إنه يتم تخزين البيانات البيولوجية الضخمة دي في شكل رقمي، يا إما في ملفات نصية أو في قاعدة بيانات. هنجي نشوف درس مفصل عن قواعد البيانات البيولوجية. عشان البيانات دي يستفيد منها العلماء لأنها بقت ضخمة جدا، صعب نضعها في ورق، صعب البحث عنها في الأوراق مانيوالي، فأصبح ناس البايوانفورماتكس أو اللي هما التغوا ناس الكمبيوتر أو الآي تي مع ناس البيولوجي في نقطة هنا، اللي هي إنه نحن البيانات الضخمة دي البيولوجية دي نخزنها في شكل رقمي في الكمبيوتر. وعملوا ناس البايوانفورماتيك تولز أدوات تمكن ناس البيولوجي إنهم يقدروا يعملوا سيرش عن هذه المعلومات الضخمة ويصل لأي معلومة بسرعة جدا. لأنه الآن لو نجي نتكلم في الدروس اللي فاتت تكلمنا عن الـ DNA sequence مثلا، المكون من النيكولوتايدز اللي هي الـ A والـ C والـ G والـ T، الأربع حروف دي لو جمعنا الـ sequence بتاع الإنسان الـ sequence البشري هنلقى إنه يفوق 3 مليار حرف. صعب إنك تضع 3 مليار حرف أصلا في ورق، عايز عليها آلاف الكتب، وصعب إنك تبحث عن sequence معين داخل 3 مليار حرف يدويا. فجوناس البايوانفورماتكس صنعوا tools أدوات تمكن بتاع البيولوجي إنه يقدر يعمل سيرش لسيكونس معينة أو شكل سيكونس معين داخل 3 مليار حرف بكليك من الماوس في الكمبيوتر، فيقدر المستخدم يصل المعلومات تكون مخزنة رقميا، يقدر يديرها بسهولة، يقدر يصل لها من أي مكان. وأيضا تم وضع هذه المعلومات البيولوجية على مواقع في الانترنت وإتاحتها للناس كلهم مجاني حتى يقدروا يوصلوا لها. مثلا انت لو عايز اي سيكونس لاي حيوان او انسان او مرض او فيروس معين، ممكن تدخل على المواقع اللي بتوفر
هذه الداتا الرقمية عبر الإنترنت مجانا. مثال للمواقع اللي بتتيح الحتة دي اللي هي الـ NCBI بتاع الأمريكي، هنتكلم عنه بالتفصيل وهنشوف كيف نتعامل معه. إذا الناس البيولوجي أنشأوا قواعد بيانات تم تخزين فيها البيانات البيولوجية والمتعلقة بالجزيئات الحيوية وغيرها من البيانات البيولوجية، ومكنوا الناس من الوصول إليها بسهولة وبسرعة. ممكن تعمل داونلود لأي سيكونس، أو تعمل تستخدم التوس الموجودة في المواقع دي عشان تبحث عن تطابق سيكونس مع سيكونس ثانية وغيرها من الأشياء دي عبر هذه البيانات المخزنة في الإنترنت. إذن نحن قلنا البيانات البيولوجية ممكن تخزن رقميا في ملفات أو في قواعد بيانات. قواعد البيانات هي بتخلي البيانات البيولوجية مرتبة بصورة مرتبة ترتيب سهل، يمكن الإنسان من الوصول لأي معلومة بصورة سهلة جدا. قواعد البيانات اللي تم تصميمها من قبل ناس البايوانفورماتكس أو المعلوماتية الحيوية ضمنوا فيها جميع البيانات البيولوجية، أمثلة البيانات البيولوجية الموجودة في قواعد البيانات البيولوجية اللي هي البيانات الحمض النووي لأي كائن حي، الحمض النووي الريبي الـ RNA، البروتين سيكونس، المعلومات الهيكلية مثلا ممكن تخش تشوف الكروموزومات للإنسان في الخلية أشكالها كيف، أنواع الميوتيشن، الحاجات اللي بتحصل زي دي. برضو بيانات التعبير الجيني بتلقاها موجودة مخزنة في قواعد بيانات، التفاعل الجزيئي، بيانات الطفرات الميوتيشن اللي بيحصل كله مخزن برضو في قواعد بيانات، بيانات النمط الظاهري، معلومات المسارات الأيضية والمعلومات مثلا التصنيف للكائن البيولوجي، المعلومات التصنيفية للكائن البيولوجي، وأكثر من كده في موجود في قواعد البيانات. إذا البيانات البيولوجية بترتبط بشكل وثيق مع المعلوماتية الحيوية. المعلومات الحيوية بتركز على شنو؟ على إنك تمكنك تعمل لك تولز تخليك تقدر تعالج وتحلل وتفسر كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وتطلع بنتائج تفيدك في البحث حقك. الجينوم مثلا، الجينوم البشري كان أول سيكونس للجينوم البشري أخذ كمية من السنوات عشان يطلعوا سيكونس لإنسان واحد، لأنه كان الشغل ده يدوي ما كان في كمبيوتر، وكلف أكثر من 3 مليار دولار عشان تعمل سيكونس لإنسان واحد. الآن بالتطور في البايوفورماتيكس واستخدام الحاسب والأدوات اللي بتتعامل مع البيانات البيولوجية أصبح من السهل جدا تعمل سيكونس لفترة ما تتجاوز ساعة للإنسان وما يكلفك بضعة دولارات. إذا في تطور عالي جدا في التعامل مع البيانات البيولوجية وجمعها وتخزينها وتحليلها من خلال استخدام الحاسب، فيبقى في تلاقي بين علم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات، وكله بركز على البيانات البيولوجية تخزينها استخراجها تحليلها تفسيرها واستنباط معلومات جديدة منها. ودخل في ذلك أيضا الذكاء الصناعي في عالم الحاسب في التعامل مع البيانات البيولوجية زي المشين ليرنينج، تعلم الآلة، هنشوف برضو كلام عنه فيما بعد في دروس قادمة. دي المراجع المستخدمة في الدرس بتاعنا.